والهي، لعب بثلاثة مقابلات فقط من جولة 12 لجولة 14، ثم لقاء لحمص يحتل المرتبة السابعة برصيد 20 نقطة، بينما شبيبة القيروان في المرتبة 12 برصيد 16 نقطة، يعني أربع نقاط فارق بالنسبة لشبيبة القيروان. والكرة داخل مناطق الشبيبة، بينما بالنسبة للكرة طويلة من قيس العمدوني مباشرة في مناطق شبيبة القيروان، والمحاولة للضغط على لاعب هيكل الشيخاوي وترجع في مناطق شبيبة القيروان، ترجع الكرة بالرأس، ضربة جزاء يعني ضايعة وهدف أبيض. هذه هي المحصلة بالنسبة للشوط الأول، قلت شاهدنا فيه ضربة جزاء ضايعة وكذلك هدف كان مسبوق بعملية تسلل. لاعب رقم 5 عادي للتمارين بعد ما تم تسويه الملف نتاعو من قبل هيئة الشبيبة القيروانية وتسليم جزء من مستحقاته، حتى عاد هذا اللاعب اللي قلت لاعب متميز جدا على يعني المستوى الانضباط، ولكن اللاعب غاب عن التمارين في الأيام الأخيرة. ما عادش نجمو حتى ندونوا بعض الملاحظات، وحتى الملاحظات المدونة عندنا يعني اختلطت بالمياه هنا في ملعب. ثم الدفاع والإشارة من حكم والكرة لصالح الملعب التونسي. مبنزا مبنزا ياخذ الكرة يتقدم ويدخل الدفاع، ممتازة من جونيور مدافع. فارق نقاط، سبع نقاط فقط يعني عن صاحب المرتبة الأخيرة، يحب يأمن كذلك موقعه في وسط الترتيب الملعب التونسي، هيك علاش هو الآخر يبحل الكبير اللي يسمح يلعب به الملعب التونسي على مستوى الهجوم، يعني يعني ولا نقولوا احنا ثقيل ياسر على دفاع الشبيبة بثلاثة. والكرة من جديد للشبيبة القيروانية، كرة طويلة من مروان الميهوبي ترجع من دفاع الشبيبة، يصعد فريق الملعب التونسي.